المعلم هو الشمعة التي تضيء طريق العلم والمعرفة، هو الشخص يلي بيساهم برسم ملامح حياتنا وخياراتنا. وعلى مر الزمان كان المعلم صاحب مكان في قلوب تلاميذه، نزلنا على الشارع ليحكوا لنا الناس عن ذكرياتهم مع معلمينهم. كان له فضل كبير وخاصة الأساتذة القدماء بتربيتهم إلنا وتقديمهم إلنا بكل ما يستطيعون. كان بالنسبة لهم الطالب مو بس طالب، كان بالنسبة لهم ولد. كانوا حاسبونا إذا قصرنا، كانوا حاسبونا إذا تأخرنا، كانوا حاسبونا إذا ما أدينا واجبنا. عندي أستاذ أثر فيه، يعني أنا أستاذ فيك تقولي من الابتدائي، فلما بشوفه هلا كأني بشوف نفس الإحساس لما كنت شوفه أنا صف تاني، عرفتي كيف؟ يعني هي أنسة مميزة كتير كتير، وإذا عم تشوفني هلا بقدم لها تحياتي. مبارح شفت أستاذي بوزته كذا، أستاذي كان الصف الأول بحبه كتير، ولا لا اليوم وبكرة ولقد ما صار عمري بحبه لأستاذي أنا. قبل كنا صغار كنا نعتبر المعلم مثل رسول لنا، يعني من علمني حرفا كنت له عبدك. نحن كنا نشوف الأستاذ بالشارع نهرب نخاف، هلأ بالعكس، العكس تماما. هيك كنا نحن، يعني أنه الأستاذ كان له عنا شيء كبير، يعني مثل أبونا مثل أخونا الكبير. معلم بعد الأب بيجي، والله العظيم أنا يعني كتير كتير يعني عندي أساتذة كتير بحبهم، وهلا يعني تركت الدراسة وهلا بعدين نتواصل أنا وياهم، وكتير بعزهم وبحترمهم والله. الكثير من الأشخاص رأوا بأن الجيل الماضي كان يقدس معلمينه أكثر من هذا الجيل، ولازم ترجع هاي الحالة الصحية إلى المجتمع. التعليم في الزمن الماضي كان عبارة عن تعليم مباشر ما بين طرفي اتصال، هنن المعلم والتلميذ، فكانت العلاقة الاتصالية لما بتكون متبادلة بيصير تبادل المعلومات أفضل. لكن هلا التعلم الإلكتروني والافتراضي والمحاضرات والوثائق والكتب والورقيات فألغت الاتصال اللي متبادل ما بين الطرفين. المعلم أكيد هو رسول، رسالته أكيد ما بتختلف عن الزمن الماضي أو الحاضر. أنا كمان بحترم هذا الشيء كتير، كون والدي معلم عم يعطوا من وقتهم عم يقدموا معلومة. نحن كنا نشوف الأستاذ أو المعلم هو قدوة، مفروض بيكون في قدوتنا، كنا نتقلده، يعني المعلم كنا نتقلده بحركاته بطريقته بالكلام، لأنه كان بالنسبة لنا قدوة، وبيبقى المعلم هو قدوة. أشعار وكتب ومقولات عدة غنت بالمعلم لتكون بمثابة هدية معنوية بتشجعن على تقديم الأفضل. وفي يوم المعلم من قلن كل عام وأنتوا مثال للعطاء المستمر.